FM. الكلمة ليك. ليلى الشتاوي، هذه الشبكات أكيد لا تزال موجودة الآن؟ موجودة، حتى وزارة الداخلية عن طريق وزير الداخلية قال في 2017 مازالوا إلى حد اليوم تشدد 8 شبكات تسفير. يعني العملية لا تزال مستمرة؟ بيان سور، لا زالت مستمرة. لأنه شوف، احنا وزير الداخلية شو يقول لك احنا 3000، يمكن حتى أكثر من 3000 مشاو سفروهم إلى مناطق القتال. على 3000 هذوكم ثم 800 رجعوا، 190 معناتها موقفين، وعندك قرابة 160 و 170 معناتها في الغزيدانس واحدة في مش إقامة جبرية، يعني إداريا يمشيوا يصحوا بشيء حضور إجباري. والباقي فيهم إشكال زادة كيف عملوا معناتها عملية معناتها حسابية، تلقاو اللي مازالوا موجودين في تونس ويدوروا، ولكن اليوم ما ينجموش يعملوا لهم حتى شيء. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، وقع إيقاف معناتها على السفر أكثر من 30,000 شاب وشابة. هذوكم حبوا يمشيوا إلى مناطق القتال، وما حبوش يسافروا لبلجيكيا ولا لفرنسا ولا لسويسرا، مش سياحة، حبوا يمشيوا إلى مناطق القتال. 30,000، يعني معناتها زملائي حبيت نقوله لكم، وإنه هالشباب هذوما راهو اليوم حتى واحد ما قاعد يسأل عليهم وين موجودين، شنو اللي صاير لهم. يعني اليوم شبكات التسفير مازالت قائمة، وين تجبد في كل ريزيرفوار. يعني فما خطر، راهو يلزمنا اليوم بالحق نخدمه بصفة جدية ومسؤولة على اللي صاير في البلاد هذي، وهذا عنده علاقة باللي صار ما بعد 2012. كابا فان الكلمة ليك.